نحدد مكان التقعر من الجهتين. يصير على السوبرا الانفرا اوربيترم. نسوي بنكتشر صغير بالنيدل مال الكانيولا. نستخدم فيلر شيفتك سوفت فيلر المكتب الغسيل. هاي الكانيولا نتحسسها وين وصلت. تكون فتحة الكانيولا اللي فوق دائما الشغل يكون under correction، يعني ما تكون النتيجة 100% حلوة اليوم لأنه السوفت فيلر هيدروفيلك. من ورا 10 أيام تكون النتيجة أحلى. شلون صارت؟ محتاجين أكثر من 2 بالـ10 من السوفت فيلر. صارت النتيجة كلش حلوة.